اوكي 3 2 1 اوب. ازيك يا نور؟ اخبارك ايه؟ ازيك؟ انا الحمد الحمد لله. لله منورانا والله، يعني لقاء طال انتظاره. ومبروك الاول على ايوه الروايه الجديده اطياف كامليه، ومتابع عن الاخبار الله يبارك فيك. مكسره الدنيا وبيست سيلر، والناس عماله تحقد وتفسن، وفي كتاب منافسين بيخشوا يدوها زيرو على جود ريدز، ودخلت بقيت جزء من المؤامرات الجميلة بتاعت الأقاليم الأدبية في مصر. ايوه على طول، هو انا جديده على الحاجات دي فاني بندهش وبعدين بكمل، يعني ما لا لا، بتاثرش قوي. ده انت لسه بص كده، ما هتبرعاش على آخر السنة، هتشوفي بقى هيجيلك حاجات عجيبة، نفسيات عجيبة. بس هي الحقيقة يعني رواية تستاهل جدا، ورواية مفاجأة زي ما كانت بنات الباشا برضو مختلفة ومفاجأة. الأول أنا نسيت أعرفك كالعادة، بنسى كل الناس أعرفهم. معانا نورة ماجي، أم وكاتبة وروائية، ومش أختي يا جماعة. نورا إشارة ناجي احمد، هو احمد ناجي احمد بس هو إشارة دايما طبعا بينكرني يعني. كده. طيب انا عايز ابتدي الاول، انت مقيمه في طنطا، اه والروايه دي موضوعها بتدور احداثها في طنطا، والروايه اللي قبليها برضه بتدور في طنطا، وشوفنا يعني اخر كام 10 سنين كده في هجمه كده لكتاب كتير من طنطا، سواء كتاب من طنطا بيكتبوا عنها، او كتاب عايشين بره بس بيكتبوا عن طنطا، عادل اسعد اه مديري، عادل عصمت. اي وبحس كده انه في ازمه في موضوع ودي باينه قوي في اطياف كامليه، في حاجه انه لما بتيجي تكتب عن مدينه اقليميه في مصر، لا هي روايه ريفيه فانت ما عندكش الامتيازات بتاعت انك تتكلم عن الريف والشجره والترعه، ولا مظبوط هي اي مدينه فانت مش قادر تتكلم برضه حوالين المدينه الوحشيه ورومانسيه المدينه وكذا. اي عايز ابتدي معاك الاول، ايه صوره طنطا اللي انت شايفه اللي معكوسة في الأدب؟ وهل هي مدينة يعني رواية مدينة، ولا ريف، ولا إيه بالظبط؟ وكمان إنه بحس دايماً عندك، مش قوي بس مثلاً عند عادل عصمت، عنده جزء كده له علاقة بالنوستالجيا أو الحنين، إنه يعني كان في اه لحظة، هو بتخيل دايماً إنه كان في لحظة المدينة فيها كانت حلوة أو كذا. بتبصي اه لده ازاي، او ايه جماليات طنطا؟ هي زي ما انت قلت، هي مش مدينة ومش ريف، هي وسطية دايما. يعني من وانا صغيرة وانا ملاحظة ده قبل حتى ما يكون عندي تكون كامل لعلاقة الشخص بالمدينة والحاجات دي، كنت دايما احس ان احنا في النص، احنا مش ما عندناش بحر ولا نيل، ما عندناش اي وسائل ترفيه فظيعة، ورغم ذلك احنا بنتعايش وبنتبسط ومرفهين، بنروح القاهرة نجيب حاجتنا ونرجع، بس يعني متمسكين قوي بالعيشة هنا. وهتلاحظ ده دايما في الكتاب الطنطاوية، ان هم متمسكين ان هم يفضلوا في طنطا، يعني بنروح القاهرة بنحس بغربة يعني. بس انا حسيت اكتر بقد ايه هي مسيطرة قوي عليا لما سافرت بره مصر خالص. يعني أنا أصلا في البداية أنا رحت الجامعة في القاهرة، فكنت بروح بسافر وباجي كل يوم، السفر والمجاي ده كل يوم مش الإقامة في القاهرة لفترات وأرجع في الأجازة، بيخليك تحس بقى بالفروق كلها. يعني الانتقال أكنك بتعدي حاجز من بلد عاملة كده صغيرة هادية ما هياش زحمة، ممكن تلفها كلها في نص ساعة، لمدينة ضخمة وكبيرة، وحتى الحاجات فيها مختلفة، الناس بتتعامل بطريقة مختلفة، المشاعر فيها مختلفة، العلاقات مختلفة، بيخض شوية أو بيعمل كده إيه، لا ده في فرق والله. أنا حابة قوي إن أنا أعيش في المكان المنفتح الكبير اللي هيديني أفكار وخبرات ده، بس أنا مش قادرة أعيش فيه، أنا عايزة أعيش هنا، عايزة أبقى مرتاحة هنا، عارفة أتنفس هنا، ما فيهوش القمع الشديد اللي موجود في الريف مثلا، يعني ما فيهوش تحكمات فظيعه، ما فيهوش، احنا حتى عندنا نسبه المحجبات مثلا تلاقيها اقل من القاهره، نسبه التحرش حتى اقل، الواحد هنا ممكن يمشي في الشارع يعني عادي، ما بيتعرضش لنفس الحاجات اللي انا اتصدمت فيها في القاهره. بس بقى لما تسافر بره، لما انا سافرت بره عشت بره فتره في كوريا الجنوبيه، ولقيت ان المدينه اللي انا كنت عايشه فيها هناك انشن اللي هي على المحيط، برضو قد ايه هي برضو هاديه، وقد ايه الناس فيها كنت عايشة في شبهنا في طنطا. العاصمة ولا مدينة صغيرة؟
لا في مدينه على المحيط اسمها انشن، دي اللي هي بتاعت الاستيراد والتصدير وهكذا، لان تلاقي معظم العرب متمركزين فيها يعني، بعيده شويه عن العاصمه. فنفس الكلام تقريبا يعني، انا حسيت ان ما انتقلتش قوي، انا زي ما انا نفس البيوت القديمه ونفس الشوارع الهاديه ونفس تعاملات الناس وكل حاجه. ولما رجعت ويعني ورحت دبي وانا رجعت وكذا، اكتشفت ان انا مهووسه بالبلد دي، هي سكناني، مش عارفه اعيش براها، بحس ان انا وشي بيورم لما بطلع براها فعلا يعني. وبعدين الروايه الاولانيه كانت بتتم ما بين يعني، احداثها بتحصل ما بين سيول وكوريا وسيول ودبي والقاهره. وبعدين قريت يوسف تضرس وصوت غراب بتوع استاذ عادل عصمت، وهي بتحصل في طنطا، ويبدو ان انا اتاثرت، هو استاذي وانا يعني متاثره جدا بيه، وحسيت ان انا المفروض اكتب كده يعني، انا المفروض اكتب عن الحاجه اللي ساكناني، الحاجه اللي تهمني، الحاجه اللي انا اعرف اعبر عنها بشكل او باخر يعني. الحاجات اللي ازاي الست في بلد صغيره ممكن تكون عايشه كويس وعايشه حياتها ومدعومه من اهلها، بس لما بتروح المدينه الكبيره ويحصل لها سقطه ما، او يعني ما بتعملش حاجه فظيعه بتحب يعني، كل شيء بيتغير، الحياة كأنها بتنتهي يعني، ما عندهم ما فيش النوع ده من التسامح يعني، او حتى التفهم في حاجة كده، ما اعرفش، ما كنتش حاسه، مش عارفة احط ايدي عليها كويس، بس كنت عايزه اتكلم عنها. وخصوصا في يعني ده حصل في بنات الباشا وفي اطياف كاميليا، ويمكن في بنات الباشا كانت الصدمة اكبر عشان الانفجار اللي حصل في الكنيسة هنا في ماري جرجس، واحنا مدينة لا يحدث فيها شيء فعلا يعني، ما بيحصلش فيها احداث. يعني اذا كانت بالجمال ده وبالراحه النفسيه اللي انت بتتكلم، انا معلش في احيان كتير في الحوار هعمل مش دور الشيطان، هعمل أرجوك. الشيطان نفسه. أيوة. اذا كانت بقى مدينه جميله كده وبتاع وبتحس فيها بالراحه وبالسلام، أيوة. بس احنا لما بنيجي نقرا الروايات هو كل الشخصيات عايزه تهرب من المدينه، وهنا مش أه. بتكلم على الستات بس، حتى الشخصيات الرجاله يعني، أه هي بس ليه كلهم، ما ولما بيهربوش ليه؟ ما بيعرفوش يهربوا وفضلوا في طنطا، فهي يعني بتاكلهم. الحاله دي طنطا بتاعت الصبح. الرغبه في الانعطاق وانه مدينه صغيره بالشكل ده ومسيطره عليك، هل تفسيرها ايه؟ هل تفسيرها انه زي ما في الروايه انه علشان السلطه الذكوريه في الاب يعني، ولا حاجه في جغرافيا المدينه نفسها؟ مش يعني، ما مش عارفه عشان السلطه الذكوريه ولا عشان جغرافيا المدينه، يمكن عشان جغرافيا المدينه. يمكن احنا يعني، انا كواحده عشت ما بين المدينتين وكنت بدرس هناك، وبعدين قعدت فتره هناك اشتغل ورجعت، يمكن انا حسيت ان انا نفسي مش عايزه امشي يعني، انا عايزه اروح بس مش عايزه في نفس الوقت، انا حاسه ان انا مستقره هنا، انا بعرف اكتب هنا، او ان انا واقفه على السلم كده، عندي امكانيه ان انا اروح، بس ما تورطش قوي، ما تورطش في الحاجات السيئه اللي انا ما بحبهاش، وبس وقاعده برضو في مدينه ما بتدينيش كل حاجه، ما انا مش حاسه باشباع يعني، وانا قاعده هنا زي دلوقتي النهارده حالا لسه كنت مع بنتي تحت، انا حاسه ان انا برضو مش باقي، مش مدينتي، في شيء ما عند يمكن عند الفنانين بيحسوه كده، ان في حاجه غريبه في احساسهم بالمناخ نفسه كده، مش هو، كان انا قابله ان انا يتم امتصاصي فيها، بس انا برضو في نفس الوقت هروح واحاول اطلع ايدي شويه وبرجع، يمكن هي سلطتها عليا انا، يمكن بقى مش السلطه الذكوريه، لا ده سلطه نفسي انا على نفسي، انا قمع نفسي هنا ومش عايزه اطلع منها، مش عارفه ده انا بس ولا كل الناس، بس ده اللي انا بحس بيه دايما. لا مش عارف، انا كنت بحب المنصورة، انا مش زيك المنصورة احسن. المنصوره فيها نيل. في انت مشهد عارف الانغلاق التام ده، احنا انا حاسه ان احنا محاصرين يعني، هي البلد ما كانها منغلقه، ما فيش حاجه جدا بتروح تشوف مشهد الافق رهيب. منها، في بالظبط حاجه مقفوله قدامي. بالظبط، وده واضح شويه في الروايه، لانه في احيانا كتير سواء كاميليا او سواء اي من الشخصيات لما يبقى مخنوق ينزل يتمشى، فما فيش مكان يتمشى فيه يعني، مثلا لو دي في أيوة. المنصوره في ناس تتمشى على النيل، بس في مشهد عندك وده موتني من الضحك الحقيقه رغم انه ما كانش يضحك، لما هي بتنزل تتمشى فبتروح ناحيه شارع ترعه او حاجه شبه كده، وعين في ريحه السباخ وريحه القرف بتاع الصرف مرشحة. وده يخليني اسالك قبل ما نقفل موضوع طنطا، ايه اكتر 3 اماكن مفضله عندك في طنطا؟
مش عارفة أقول لك إيه. لو مش فاكرة دلوقتي يعني ممكن يمكن الأماكن تحكي. اللي مرتبطة بذكرياتي أنا، أنت عارف أنا دايماً بقول على طنطا عاصمة الكافيهات في مصر، لأن إحنا أصلاً ما عندناش فكرة إن إحنا نروح حتة غير هنقعد في كافيه، ما أنت الشوارع ما فيهاش حاجة، ما فيش غير فعلاً المرشحة دي اللي هي أصلاً عبارة عن الصرف الصحي بتاعنا، هما بيضحكوا علينا عاملين لنا كورنيش وبتاع، قال يعني هو كده بقى خلاص بقينا تمام يعني. فانا طبعا ما بروحش هناك يعني. في كافيه يعني احنا بنتجمع فيه، الورشه بتاعه طنطا بتاعه الكتابه، كنا قبل كورونا بنتجمع كل اسبوع، بنقرا وبنكتب، وانت عارف لما تكون بلد منغلقه قوي كده على نفسها بتلاقي فيها الابداع زايد يعني، هتلاقي عندنا نسبه الفنانين زايده، كلهم في نسبه قراء كبيره قوي، الناس اللي بتعزف الات، اللي بيغنوا، اللي بيروحوا بقى يدرسوا وإيه بره مش عارف ورشة مزيكا. الكتابة اللي بتعملوها دي؟ هي قعدة كتابة يعني، مش ورشة حاجة رسمية قوي، انا اخليها قعدة كتابة بما ان استاذ عادل المرشد بتاعنا المدرس بتاعنا او يعني المعلم بتاعنا، فهو بيساعدنا بصراحة جدا، وبيقعد معانا بنتكلم في الكتب وفي طرق الكتابة، بنكتب نصوص، بنعمل حاجات أنشطة زي دي، عظيم، انتوا محظوظين الحقيقة، ده الواحد مفيدة يحسدكم. مفيدة جدا مفيدة جدا، وبتخلي الواحد بقى ما يصديش شغال على طول، وعارف يلاحظ، عارف يتعلم قد ازاي يعمل مشهد من هو ماشي في السوق يعني، شايف حاجة خناقة ما بين بياع وواحدة فيعمل منها قصة، الحاجات دي اللي هي الصغيرة اللي ممكن ما تتلاحظش قوي في مدينة كبيرة، احنا هنا بنعرف نستثمرها يعني. طيب، بما ان احنا بنتكلم على التكنيكات عايز انقل لجزء تاني، وهو يعني نقطة وقفتني في الرواية دي، وقفتني في قبل كده، انه من الحاجات الجميلة في اطياف كاميليا انه بنحس بقدرتك في استخدام تكنيك تعدد الرواية بقت عالية جدا. احنا بنبتدي الرواية بنسمع يعني بنشوف، طول ما احنا بنقرا الرواية بنشوف الاحداث من وجهة نظر كذا شخصية وبنسمع صوت كذا شخصية. عايز أسألك بتشتغلي إزاي في ده؟ يعني بتحضري إزاي للكتابة من النوع ده؟ لأنه عارف إنه الكتابة بالشكل ده مختلف عن أساليب سرد تانية، لأنه أنت بتحكي القصة من وجهة سين، وبعدين بيجي صاد، وبعدين بيجي عين، فهم إحنا كل شوية بنكتشف جزء، لكن ما ينفعش اللي بنكتشفه يبقى متعارض وقال لي هترجع تعيد من الأول وتقعد تهد وكده. فبتحضري إزاي شغلك لغاية ما توصلي للمرحلة النهائية دي؟ هو في بنات الباشا كانت مختلفة عن أطياف كاميليا. في بنات الباشا أنا كنت سايبة نفسي قوي للتقمص، يعني كل ما كنت بكتب عن صوت من التسع ستات اللي في الرواية كنت بتقمصها بشكل مرضي، وده مش حلو للكاتب يعني. يعني أنا عرفت فهمت بعد كده إن لازم يبقى يحصل مسافة، بعد ما بيني وما بين اللي أنا بكتب عنها دي، وأنا ما كنتش عاملة كده خالص في بنات الباشا، كنت متقمصها لدرجة كبيرة، ويعني فما كنتش أكني مش محتاجة تحضر، كنت بعمل بورتريه لكل شخصيه، بكتب في ورقه وتخيل لها صوره، واكتب بتحب ايه وبتاكل ايه وبتلبس ازاي وشكلها عامل ازاي وبتشجع حتى نادي ايه وهي برج ايه وبتسمع ده مين، بنات حاجات انا مش الباشا. في بنات الباشا عملت كده كنت برضه في اطياف بتبتدي كامل يعني. هو تعملي فكره بورتريهات البورتريه دي لكل دائما، شخصية؟ لازم قبل الروايات انا دايما بعمل لها بورتريه وبصوره وبكل حاجه يعني، هم بيبقوا خلاص واقفين، هما في دماغي، هما انا شايفاهم وبتكلم معاهم وعارفه صوتهم اللي بيتكلموا بيه، عارفه اللازمه بتاعتهم وعارفه شكل اللبس، وبتبقى حاجات ساعات بتيجي كده يعني في الجدار انا شفت بنت في المترو وحسيت انها هي دي اللي انا بكتب عنها، هي بالظبط بنفس الشعر الكيرلي والسمار وطريقه الوقفه والهدوء، كل حاجه كانت هي دي، خلاص ثبتت في دماغي وبقت هي، وبقيت اكتب على اساس ان البنت دي بتتحرك قدامي. في بنات الباشا كان نفس الكلام، ويمكن عشان انا كنت بكتب عن كوافير وهو اصلا جنب بيتي بالظبط، فانا كنت يعني عشت جدا في الموضوع لدرجه ان الدكتور النفسي بتاعي يعني خاف عليا، كنت يعني بكتب عن واحده بتعرج فبعرج وانا مش دريانه، فعلا التقمص الشديد ده ساعات بيأذي يعني. فاطياف كاملي انا قررت ان انا اعمل مسافه بقى، مش هينفع اتقمص بالشكل ده خصوصا ان في شخصيات رجال يعني، عملت فكره البورتريه دي بشكل دقيق جدا، خلاص هم بقوا مجسمين قوي قدامي، وانا بحب قوي يبقوا من حياتي يعني، جزء أول من حياتي. خطوة هو إنك تشتغلي على بورتريهات لكل شخصية، ايوه وبعدين تاني خطوة
وبعدين بعمل نقط للأحداث لازم تبقى ماشية بالترتيب، مش عارف ايه، كاميليا تزور والدها فتجده ميت مثلا امام مش عارف ايه، بتمشي في الشارع، يعني نقط كده، نقط على طول الفصول كلها، عشان لما اجي انا بقى اكتب بيبقى عندي خلاص هي ثابته، انا عارفه القصه رايحه فين. بالظبط. زي ما انت قلت ما ينفعش اكتب الروايه وانا مش عارفه نهايتها، او على الاقل يعني في سهم طالع لفوق ماشي قدامي، مش ثابت، لو ما عرفتش النهايه انا مش هعرف اكمل. فالحاجات اللي هي بتاعت رؤوس الأقلام دي كانت بتنفعني جدا. تالت حاجة بقى بسيب نفسي بقى بكتب كل اللي في دماغي، يعني بقى أول ما بفتح الوورد بيلبسني العفريت كده وبكتب كل حاجة حتى لو مش هستخدمها. احنا ده أنا بحذف كتير، ما كنت بزعل الأول يعني وأنا أصغر من كده، كنت بزعل قوي على الحذف ده. الرواية دي أنا حذفت تقريبا 8000 كلمة، يعني مش واضح. والله لا رغي كتير قوي، لا شيل ده هنا مش لازم، احنا قلنا كده قبل كده. وفي الاصوات دي بقى لازم تحذف المكرر، يعني يمكن اكون طبعا فوتت حاجات عشان هنا مش كامله يعني، بس الحاجات اللي هي بتحكيها وهو بيحكي، ناديه بتحكيها وجمال بيحكيها، طب ليه ما انا نشيلها يعني. لحد ما وقريت بقى، قريت انا بحب اصلا روايه الاصوات قوي، بس اكتر اتنين كانوا تقريبا حفظتهم كانوا ميرامار وافراح القبه. وهتلاقي ميرامار ماشية كل صوت ماشي بالترتيب لحد جريمة القتل، وفي أفراح القبة العكس، هو بادئ بأن في موت حصل وهم بيحكوا. فأنا خلاص هو ده بقى المرشد بتاعي، أنا هقعد أقرأ، قريتهم كويس قوي وعرفت الراجل اللي عامل إزاي، وأنا أصلا قضيت السنة تقريبا السنتين اللي فاتوا بقرأ الأعمال الكاملة بتاعته يعني. فحسيت ان الموضوع بدأ يفتح معايا ان انا ممكن اعمل بنفس الترتيب ونفس النقط دي عشان اوصل في الاخر بس انت للنهاية اللي عندك انا حاجة كتبتها 28 مرة. بس انت عندك حاجة عجيبة قوي برضه يا نورة. انا ما فهمتش الغرض منها الصراحة، انه انت بتبرري لدخول كل صوت. يعني مثلا انه احنا دلوقتي عايزين نسمع صوت الام، هنشوف القصة صوت الام، فلازم تعمل لنا مشهد قبليها انه الام مش عارف استدعتها وقالت لها طب تعالي بقى انت هتتجوزي اما احكي لك حدوته، لدرجة انه مثلا عشان نسمع صوت جمال اللي هو يعني زوجتي جميله، خدتينا في لفه طويله، يعني هتروح له عند المدرسه ويجي ويدي لها سي دي وتروح سي دي، مع ان انا حسيت يعني انا وقفت بقى وين يعني بقرا الجزء بتاع السي دي ده، اللي هو هي بتعمل كده ليه؟ ما تحكي، ما يحكي، ما يخش جمال علينا وخلاص يعني. فعايز هو افهم جمال اصلا شخصية والتبرير ده. خجولة، انا حسيت انه مش منطقي ان هو هيحكي للبنت الصغيرة ديت حاجة هو شايفها مخجلة للدرجات دي في حياته، طبعا يعني حسيت ان هو اكيد ولا مش هيحكي الأم لها يعني، بهزار. يعني ولا الأم برضو شوية كانت صدمة يعني. بس انت لو هتلاحظ هتلاقيها هي مش اصوات بس، ده هي فيها 3 مستويات، ده فيها مذكرات وفيها ما هو الراوي مظبوط، بتاع البنت الصغيرة وفيها الاصوات. ده مظبوط. فانا كنت حابه التكنيك ده، ان هي البنت ازاي بتدخل، بنشوف احنا خط حياتها اللي هو ماشي عادي جدا، احداث حياتها المتداخله بقى مع هما بيحكوا لها، هو ده بيأثر فيها. ما هي الفكره كلها ان هي انعكاس لعمتها، لما هي بتسمع حكايتها وبتعرفها من المذكرات هي بتتغير، هي بتمشي في طريق تاني خالص غير اللي كانت رسماه. يعني لو هي كانت عايزه تتمرد على المدينه وعلى السلطه الابويه وكذا، هي بتشوف الحاجات كأنها بتشوف اللي هيحصل لها بتصلح المسار، يعني هي بتعدل اللي حصل للست اللي اختفت دي. فيعني انا يمكن بقى ما كانش ليها حسابات قوي يعني تقنيه شديده قد ما كانت مشاعري وانا بكتب، انها حاسه انها لازم تبقى كده، انها بنت بتمشي في حياتها وبتقابل الحاجات دي، بتجيلها زي ما لقت المذكرات وبتقرا، وزي ما بتسمع من الناس الثلاثه دول اللي بيحكوا لها القصه وبيكملوها. يعني نقدر نكمل، اسف سوري، كمل، لا كمل. لا يعني اقدر نقدر نقول، لانه وانت بتقولي ميرامار وافراح القبه، انه ميرامار هو ما بيغرقش، هو الصوت بيخش علينا خلاص، اي وده مظبوط، لانه الراوي اصلا متخفي وراه، لكن انت ايوه عندك الراوي اللي احنا المفروض بنشوف الحدوته كلها هي كاميليا ايوه الصغيره. ايوه اوكي. أي بنات الباشا كانت كده، بنات الباشا كانت اصوات بس ما فيش تبريرات، هي هما كل فصل باسمها وبتحكي وخلاص والموضوع بينتهي بانتهاء صوتها يعني. فانما في اطياف كاميليا كان العكس، مش عارفه بقى الطرق الكتابه دي اللي بتيجي، يعني احنا كنا بنقعد نتكلم كتير قوي مثلا في الورشه عن انواع الرواه والراوي العليم والانا والغايب ومش عارف ايه، وانا حاسه انها حاجات طبعا مفيده وانا احب اسمعها، بس انا
لما باجي اكتب بحس ان انا بكتب اللي انا شايفاه مناسب، يعني انا شايفه ان ده مناسب ليها هو مفهوم. خلاص. ما هو الوعي ده ما بيحصلش وانت بتكتب، هو يعني اه الكتابه نفسها بس صح. بيحصل في لحظه التحرير، بيحصل في ايوه لحظه التخطيط، لكن في الحاله نفسها يعني خلاص زي ما انت قلت انت بتسيبي، زي ما انت قلت انت بتسيب نفسك. طب عايز انقل لنقطه تانيه، وهي انه احنا عندنا يعني طبعا زي ما انت قلت الكاميليا الصغيره بتشوف انها انعكاس لكاميليا الكبيره، وبالتالي بتقدر تشوف مسارها، وده بيبقى واضح قوي لما هي بتقرر انها تسيب خطيبها لانها شافت مصير عمتها ده. ايوه لكن فجأة احنا الرواية ماشية عندنا يعني في تسلسل منطقي، مش عايز اقول منطقي بمعنى ان هو منطقي ينفع، بس اقصد انه منطق العمل داخليا، اي وفجأة كده كل الحاجات بتتحل لوحدها بانه الاب بيموت، وهي بتروح الجامعة، بيروح الجامعة، وبعدين بيحصل حاجه عجيبه جدا، هي مثلا ما بتختارش مسار زي عمتها ان هي تبقى فنان، يعني بتروح فنون تطبيقيه بس ما بتختارش تبقى فنان، بتختار تبقى مصوره افراح. وده حل عجيب قوي، يعني لا حل، لا هو منه تمرد تمام ولا او مواجهه يعني ما هواش، ولا وفي نفس الوقت اقتراح. يعني مثلا انا وانا بقرا بفكر في الحل ده افتكرت مثلا الباب المفتوح فالجيل الأقدم من الكاتبات كان دايما عندهم فكرة انه الشخصية او الست هتلاقي طريق حرب الذوبان في حلم جماعي، فيبقى طريق تحرر البطلة من خلال تحرر الوطن وقضية كبيرة او كده. ايوه مظبوط. عندك بنبص نلاقي انه بس كده يعني انها اتحررت، انها اشتغلت مصورة افراح، لدرجة ان ممكن اشوف ان النهاية ذكورية. يعني انت ايه رأيك في الكلام ده؟ هي وجهة نظر، بس هي راحت الجامعة وأبوها عايش، يعني هي قررت إنها هتروح الجامعة، وهو كان لما اعترف لها بما فعل فهو كان خلاص حس إن سلطته انتهت، انتهت باعترافه أو تطهير اللي حصل ده، أنا كنت سبب في إن الست دي اختفت أو جرى لها كذا. هو كان موجود وهي راحت الجامعة واتخرجت واشتغلت، وبعدين هو مات، يعني ده الترتيب اللي في الرواية، يعني أمها كلمتها عشان ترجع لأنه مات، فهو مش تخلصت بسلطته بموته، هي تخلصت من قبل موته، بس لما مات يمكن حست بقى انها ايه. انا بس عايزه ابقى واقعيه برضو، انا عارفه ان احنا انها ممكن تطلع فنانه وتتمرد وتمشي وما ترجعش وتعمل كل الحاجات دي، بس مش عارفه انا يعني انا حسيت ان ما بيحصلش يا احمد. يعني انا ما كست بيحصلش، يبقى تتجوز وتقعد في البيت وتحترم نفسها. لا لا ليه، طب وليه هو ما ينفعش انها هو تشتغل؟ يعني يا ست لا ينفعش انها ينفع طبعا، تشتغل؟ يعني انت ليكي انا مطلق كل بشتغل، الحريه، فاهمه؟ بس انا ما انا اتكلمتش بشتغل، على موضوع معين. انا مسؤوله عن عائله مثلا يعني، وبشتغل شغل يمكن ما اكونش مغرمه بيه قوي وبيجيب لي فلوس بصرف عليهم. هو انا مش عايزه اعيش حياتي متفرغه للكتابه، انا نفسي. بس هل ده بيحصل يعني في العصر بتاعنا ده اللي هو الالفيه الجديده اللي انتقلت ليها دي؟ هو ما بيحصلش. هي يعني يمكن ما تكونش هي مش شرط ان عمتها كانت موهوبه يبقى هي عندها نفس الموهبه، البنت بتحب الكاميرا وبتصور فهتستثمرها وهتشتغل، يمكن ده اكثر ده النجاح اللي هو حصل، انها بتشتغل حاجه بتحبها قادره انها بقى تبقى واقفه على رجليها بدون الحاجه للزواج ونبقى في راجل في النهايه ونهايه سعيده واتجوزنا وخلفنا، وفي نفس الوقت ابوها بيموت، فده لا يعني انها ما بتحبوش. ما هي السلطه الابويه دي اصلها العلاقه الابويه محيره قوي بالنسبه لي فعلا، يعني انا الروايه دي يمكن كنت بحاول افسرها شويه. انا عندي العلاقه الابويه معقده، مش ما بيني انا وابويا، لا في الحياه، يعني انا ما بشوفها بالظبط، معقده انا جدا فاهم. اكتر من الامومه بمراحل. انا بشوف القصص وبشوف الناس وبشوف قد ايه الراجل بيحب بنته جدا جدا، بس بيعاملها بشكل غير مفهوم. ايه اللي بيحصل بقى؟ ما اعرفش، يعني انا عايزه افهم ازاي يبقى في حد بشخصيه ابو كاميليا اللي هو الضابط المتقاعد اللي فقد رجله في الحرب وكذا، ويكون بيحبها قوي لهذه الدرجه، وبعدين يتخلى عن كل شيء في لحظه دون من غير حتى ما هو يقدر يفسر. العلاقه اللي هي الملتبسه دي كانت شغلاني، وخصوصا ان هما الاثنين بيموتوا، وهي كاميليا الصغيره ابوها بيموت، وبتكتشف ان كل اللي فات ده كل الزعيق والضرب والحاجات دي بتتلاشى، ما مش هيتبقى غير العلاقه اللي هي الاساسيه وما بينها وما بين شخص كان اب يعني. فانا كنت بحاول افهم، انا كل كتابتي عامه بتبقى محاولات للفهم، يمكن ساعات حاجات بتقلش مني. تمام يعني، بس
ده اللي انا كنت شايفاه اقرب لحياتي، او اقرب للي انا بشوفه، او للقصص اللي موجوده فعلا. في حاجات بتبقى فانتازيه قوي، يعني في مسلسل بيتكلم عن تمرد البنات والاستقلال وكذا، ويطلع حاجات ما بتحصلش ابدا. مسلسل كارثي مش ليه؟ لأ فالناس هتستنكر زي ما بيحصل كده. ما فيش حد بيعمل كده لما يستقل، ما فيش حد بينتقل فجأة للعالم المثالي وابقى عايشة حياتي يعني خلاص من غير اي حاجة. ما فيش، ما حسيتش ان ده اللي انا عايزة اكتبه. انا عايزة اكتب على الحاجات اللي انا عايزة افهمها. يعني انا حاسة ان هو ده، دي صغيرة قوي البنت قدامها، لسه في بعد الرواية في بقى حاجات تانية كتير ممكن تحصل. يعني يمكن هي بس حطت رجليها على الطريق، خلاص هي عرفت مسارها وعرفت تتخلص من البيت اللي بياكل ساكنيه ده، ومن الانعكاس بتاع العمه اللي محاصرها دايما. هي بقت مستقله برضو، يعني حتى لو هي بتشتغل في شغل مش هو الفن والابداع كله، بس هي بتشتغل شغل هي جيده فيه وعارفه تستثمره في حياتها بشكل صح. يعني بالنسبه لي كان ده مرضي، كان ده كان اللي هي الحاجه اللي انا صنعها يعني والخطوه. هو الكاتب حر يعمل اللي هو عايزه، احنا طبعا بس بنحاول نفهم. انا بشرح مش لك، لكن بلومك، وزي ما بقول لك انا بعمل بس بالعكس. دور الشيطان عشان انشط لا لا ده بالعكس والله، ده انت بتفتح لي حاجات في مخي، يعني بتخليني افكر فعلا. والله هي كان ممكن تعمل كذا وكذا، بس كان مش مش بس مناسب كده. انا مش بس كده، انا نقطه يعني برضه عشان كده بقول لك حطيت لطيفه زيادة، انه زي ما بقول لك طبعا. انه ايه النجاه، يعني مفيش ما فيش، وكأن هي انه من الموضوع كله هي مسألة شخصية، فهي اول ما هتحلها بشكل فردي وتحقق الاستقلال اتحلت المشكلة. في حين زي ما بقول لك كده انه كان في وجهة نظر بتعكسها كتابات الكاتبات المصريات والعقود، يعني انه مفيش نجاة فردية، مفيش حاجة اسمها واحدة هتنجو بفردها، وانه النجاة ده لازم يبقى في اطار مشروع ما ايا ايوه كان طبعا بقى نوع الايديولوجي بتاعه. صح. وهنا هو ده سؤالي، يعني هل انت شايفه انه لا، انه الحل النجاة للستات هو البحث عن خلاص فردي، ولا احيانا حاجه جماعيه اكبر ممكن تحل الموضوع؟ يعني احيانا بيبقى خلاص الفردي ده هو نقطه البدايه اللي بعد كده يبقى فيه حل جماعي. بس انا كنوره يعني انا شايفه ان خلاص الفردي ده هو ستيب 1، يمكن يعني ممكن نقول كده. يمكن بقى بعد كده في روايات تانية تبقى اكثر عمق بقى، وفكره اكبر واسعه زي الحاجات اللي انا بفكر فيها، يبقى فيها الموضوع بتاع الجماعي ده. انما في الروايه دي اللي هي عباره عن بس رصد لخط سير بنت بتطلع من بلد صغيره لبلد كبيره، وبتحقق استقلال بشكل او باخر على الظروف كلها اللي كانت محيطه بيها، يمكن هو كان الحل انها فعلا تبحث عن انفصالها الفردي. طيب انت برضه وقفتي قلتي كلمه كده من شويه حواليت فكره انه انت بتحب تكتبي على اللي انت شايفاه، وقبل ما بتكتبي حتى لو خيال اللي انا عايزه حاجات افهمه تبقى فعلا. حاضره. ده معناه انه عندك طموح ثابت في موضوع الكتابه الواقعيه ده؟ وايه كمان مفهومك عن الكتابه الواقعيه؟ يعني هل وانت بتكتبي بتفكري دايما انه هل اللي بعمله ده بيحصل في الواقع ولا ما بيحصلش، ولا ايه اللي بيحركك؟ يعني ايه تعريف الكتابة الواقعية عندك؟ انا ببدا الحكايه دايما في الكتابه، يعني ببدا دايما ان انا عجباني والله الفكره دي قوي وممكن تتعمل حلو. مثلا التناقض الكبير ما بين حياتي كواحده عايشه في بلد صغيره جدا زي دي، بنزل امشي في الشوارع المكسره والناس يعني العاديه لهذه الدرجه، في حين ان انا في شغلي مثلا بكتب عن اسابيع الموضه، وبكتب عن ديور وشانيل وجيفانجي ومش عارف ايه، وعايشه في عالم اخر خالص. انا لسه كنا هنروح لموضوع المقالات ده. يعني انا قاعده في بيتي بيجامه والشبشب يعني، وبحكم في الفيلم مش عارف مهرجان كان لابسين فساتين ايه. فدي الموضوع ده كان دايما شاغل تفكيري قوي، وحاسه ان انا والله ممكن يتكتب حلو قوي، بس مش دلوقتي يعني، لازم ابقى اكبر شويه. حاسه ان هو لازم يوسع شويه، فدايما بتجيلي الفكره ان انا عايزه اكتب الحكايه دي، وبتبقى عايزه توسع، فيقوم جاي حاجه فيها صغيره يعني زي قطيف كاميليا. كمان كانت بادئه كده، وبعدين حسيت لا والله ده انا محتاجه اخدها ستيب باي ستيب كده، واتكلم الاول عن واحده زي ما انت قلت تجربه فرديه بتختفي عشان هي حياتها متناقضه كذا، وبتحب مين وبتعمل ايه. فبعدها بقى مش يعني
مش عارفه انا بقى هكتب ايه بعد كده، الحاجات اللي هل هستمر فعلا في الحاجات الواقعيه. يعني انا ما بحبش الكتابه اللي هي الفانتازيا بصراحه، يعني ما ماليش فيها، مش شاطره فيها، يعني مش احب اقراها، بس مش هعرف اكتبها. يمكن هتلاقي فيه دايما حته صغيره قد كده بس، غرائبيه شويه، الست اللي بتدوب في المرايه، البنت اللي بتمتص الاحزان دي، ليها تفسير منطقي دايما. يعني انت لو فكرت فيها شويه تقول لا الست طفشت، البنت صغيره كان بيتهيأ لها، يعني الست مشيت انتحرت ولا عاشت حياه ثانيه ولا كذا. البنت اللي في بنات الباشا دي ولا بتمص احزان ولا حاجه، ده هما بيتهيأ لهم عشان يحسوا بالرضا عن نفسهم يعني. فانا دايما بس يبقى عندي اساس منطقي، يمكن انا عايزه امشي في الاتجاه ده. ما هو انا سؤالي برضه في خصوص ده الواقع، يعني مثلا هديك فكره انه نجيب محفوظ مثلا كان بيتعامل انه مع الاخبار بتاعت الجرايد والحوادث، هي جزء من الواقع ده، تمام؟ مظبوط. وانت لو كاتب بتتعامل كده، يعني طبعا حقيقة اصلا انه من اللي بنشوفه، يعني انت بتشوف كل يوم على الانترنت حوادث، يعني حادثه حدوته زي بتاعت الواد احمد المتحرش المتوسط ده، يعني طبعا لو انت ككاتب كتبتها مثلا، يعني حدش هيقول لك ايه ده، ايه ده، ايه المبالغه دي، ايه الافواره دي، لا لا لا، وايه الرمزيه، ايه الرمزيه الفجه دي، ايه الرمزيه الفجه دي. ايوه، في ناس قالت كده، بنات الباشا على الست اللي مشيت بفستان فرح وهي عندها 70 سنه، وهم نسيوا انها حادثه حقيقيه حصلت في اسكندريه، هي الست لبست فستان فرح ومشت في الشارع واتقبض عليها. يعني باجي في الندوات يقولوا لي بس يعني دي حاجه مبالغ فيها قوي، فبيتصدموا لما اقول لهم والله دي حادثه حقيقيه فعلا، يعني انا ما جبتش حاجه من عندي، انا بس عملت لها حياه بقى. بقى ان هم بيجوا علينا احنا، قلنا احنا اللي بنبالغ، يعني هو يا جماعه انتوا ما بتقروش لا يقولوا مش مشكله. انا اصلا الطريقه بتاعت نجيب محفوظ دي بحبها انا جدا، يعني انا عندي ملف كده حافظه فيه كل كميه احداث بتحصل، واي حاجه بتبقى في اليوميات اللي بكتبها بكتب ان حصل كذا النهارده، دي حاجه وقفتني، انا وقفني الراجل اللي رمى مراته من بلكون، انا وقفتني البنت اللي رمت ولد في بيبي اترمى من المستشفى على راس واحد، يعني دي فكره دائمه في دماغي وعايزه اكتبها جدا جدا، لان في قصص وراها. فهم بقى هيتهموا بالمبالغه، ما فيش مشكله يعني يتهموا بالمبالغه، ما عنديش مانع. يتهموا. في عندك مقالات، يعني متابع انا كمان شغلك بره الادب، عندك حاله نشاط كده في المقالات، تعملي انت محرره زي ما انت اتكلمتي، مواقع بتهتم بالموضوع، استاذ عندك مقالات متنوعه جدا ما بين مقالات اجتماعيه عاديه جدا وبين مقالات شخصيه، بس كان عندك سلسله مهمه قوي ولطيفه حوالين العلاقه بين الاكتئاب والكتابه كتابات والوحده. ايه الكتابات والوحده؟ بالظبط، في الجزء ده، واتكلمت فيها انه بدايه، يعني بدايه تركيزك في الكتابه كانت جايه بناء على نصيحه من الدكتور. هل خلال الفتره ديت حاسه ان الكتابه عملت فرق معاكي في حالتك النفسيه؟ لانه انا شخصيا العكس، انا ما بفهمش الموضوع ده، يعني انا لو حالتي النفسيه سيئه والكتابه عمرها ما بتعالجني، بالعكس، يعني مجرد التفكير في البروسس بتاع الكتابه ده بيعقد لي الدنيا شويه. فانت ازاي الكتابه زي ما انت قلت في المقال ده ساعدتك شويه في التعامل مع المشكلات دي؟ انا كنت وحيده جدا في بره في كوريا، وكان عندي اكتئاب ما بعد الولاده، ويعني والعلاقه ما بيني وبين ابو بنتي ما كانتش كويسه، فانا كنت في بلد غريب بعيد، ما بتكلمش لغته، ما عنديش فيه ناس، بمشي لوحدي كده، ورايا جبل وقدامي نطحات سحاب، فما فيش حاجه ممكن اعملها، يعني مش عارفه حتى اتكلم عن مشاعري، انا مش انا تائهه في الترجمه يعني، او ضائعه في الترجمه زي الفيلم، وما عنديش حتى القدره ان انا اقول انا بعمل ايه، مش عارفه اتكلم، ما فيش حد واخدني على محمل الجد يعني. فهو كان دي اول حاجه، دي كانت اول الكتابه، مش لما الدكتور قال لي، كانت اول الكتابه ان انا قررت ان انا اعبر عن اللي بيحصل ده كتطهير نفسي كده لكل الحاجات اللي بتعرض لها، وكل الاكتئاب ما بعد الولاده، وشغلي كان في موقع اسمه تقرير، كنت بتكلم يعني بكتب كتير قوي عن العنف الاسري وانا لسه والده، فكان في ضغط نفسي شديد، وما عنديش الرفاهيه ان انا اروح لدكتور في بلد غريبه، يعني ما كانش حتى عندي رفاهيه ان اروح لدكتور عادي عشان اروح لدكتور نفسي. فكان لازم ان انا اكتب، لو ما كنتش كتبت كنت هموت.
فهي من هنا الموضوع حصل، كتبت اول روايه وحسيت ان انا فعلا كويسه، يعني انا خرجت التجربه الشنيعه اللي انا كنت فيها دي في الروايه وارتحت بعدها. لما حصل يعني انا دايما ماشيه معايا حكايه كده، لما يعني في ناس تختلف زي ما انت قلت الكتابه تتعبهم، بس انا كانت بتساعدني على التحرر يعني من الافكار اللي بتحاصرني دي. وبعدين لما جيت رجعت مصر وحصل الانفجار ده هنا في طنطا، وانا حصلت لي يعني صدمه نفسيه شديده، واضطريت اروح لدكتور وكده، برضو كان نفس الشيء. ما في ما انا خلاص الموضوع سيطر على دماغي لدرجه ان انا بقيت اتمنى ان انا انقذ الناس دي. انا عندي عقده المنقذ زي ما هو بيقول، يعني انا عندي العقده دي، انا عارفه لازم انقذ الناس. ما اقدرش انقذ الناس، انا مش هنقذهم ازاي، انا لا حول لي ولا قوه يعني. ففكره ان انا امسك حد اخد منه الالم والمرض ده وانا مش مشكله، دي فكره مريضه جدا يعني، فكره سيئه ومؤذيه ليا وما تنفعش افكر فيها. لا يمكن التخلص منها برضو غير هو قال لي انت بتحبي تعملي ايه؟ ما ترسمي، بتكتبي، بتعملي، بكتب، يبقى تكتبي الافكار دي. فهي برضو جت، يمكن انا الصدفه جت معايا يعني، في ناس غيري، بس اللي انا كنت كاتبه عنهم في السلسله، انا لاحظت ان الموضوع ده كمان عند كاتبات كتير يعني، فيرجينيا وولف كده، اروى صالح، يمكن الينا فيرنتي اللي هي كاتبه باسم مستعار ايطالي، مش فاكره بقى الباقيين يعني، حتى عنايه الزيات يعني. فكان لازم استمر بالطريقه دي لو انا عايزه اعيش، لو انا قادره كشخص يعني حساس لهذه الدرجه ومش قادر اتاقلم مع المجتمع والعالم، لازم الاقي منفذ، مهرب، وده المنفذ بتاعي، ده مهربي انا، دي الحاجه اللي انا بحبها وعايزه اعملها. فما هي لا هي مش بتتاثر، بتريحني بس يمكن لفترات مؤقته ما بين روايه وروايه كده، بنتهي من الروايه واحس ان انا ارتحت جدا، وبعدين بتحصل حاجات تانية. هي بقى العمليه نفسها متعبه؟ طبعا متعبه، اصلا كتابه اطياف كامله دي كانت اسوأ فتره في حياتي، مش في الكتابه. كتابه حلوه جميله، انا بحب العمليه دي وبحب الحسب والتحرير وراجع واتكلم بحماس واعمل مش عارف ايه، بس كانت مؤلمه جدا يعني، كنت خلاص مش قادره هموت. النهايه اللي هي اللي كتبت في اخر فصل دي، انا كتبتها 28 مره، حاسه ان انا مش قادره يعني. كانت حاجه صعبه، انا عارفه ان الكتابه صعبه ومؤلمه، بس هي دي اللي بتنقذني مش عارفه ازاي. ولما بقى جيت اكتب الكتابات والوحده، كانت فكره قاعده في كافيه في لابوار اللي في تحرير، ومعايا اصحابي كلهم بيشتغلوا يعني كاتبات ومحررات ومترجمات وكذا، وكلهم بيشتكوا من الوحده. ليه طيب يعني انتوا ليه الوحده دي؟ ده احنا قاعدين مع بعض، عندكم اولاد وفيهم متزوجات وكذا. فطلعت من الكافيه وقلت والله انا حاسه ان الموضوع كده منتشر حتى على الفيسبوك وعلى كل حته، طب ما انا فكرت في مي زياده، وبعدين نوال السعداوي، وبعدين الينا فرنتي، اروى صالح، عنايه الذات، امام مرسال، هما فيهم حاجه شبه بعضها، في وحده وفي عزله وفي ذنب امومه وفي انتحار وفي يعني وفي كل في 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 مزج كده لمسني انا يعني. هي كانت مقالات ذاتيه اصلا، وما اعرفش بقى اتكتبت كتبت كده لوحدها. هي كانت سلسله حلوه جدا وحبيتها جدا، وزي برضو حبينا الروايه. انا مضطر اقفل لانه قربنا على الاربعين اللي بيها البرنامج سكيل، بس كان حوار لطيف جدا، ونشكرك ونتمنى يتكرر بقى في أعمال جديدة. هوقف تسجيل لحظة.